السلام عليكم، ويلكم تو مديسن وذ عليز. اليوم ان شاء الله راح نسولف عن الام اي، نكمل موضوع الام اي بعد ما عرفنا changes of the STEMI. نجي الى localization of STEMI، هل هذه inferior, anterior, lateral MI, posterior MI, whatever it is. زين، خلينا نبدأ. اولا نبدأ بالheart blood supply of the heart. يعني زين، بداية انت عندك two main arteries, right و left. الرايت ارتري، الليفت ارتري يعطيك ليفت انتيرير ديسندنج، يغذي الانتيرير بارت اوف ذا ليفت فنتريكل وليفت سيركمفلكس ارتري. الليفت سيركمفلكس ارتري ويل سبلاي اللاترال وول اوف ذا ليفت فنتريكل. خلصنا من الليفت سايد، نجي الى الرايت سايد. عندك الرايت كورونري ارتري ويل سبلاي الرايت فنتريكل ويعطي برانش ويمشي في البوستيرير سايد اوف ذا هارت، ويعطي لك برانشز رايت بوستيرير كورونري ارتري او وات ايفر الاسم اللي يسموها، وتعطيك منها برانشز يسموها ايفي نودال ارتري، تغذي الايفي نود وتغذي الهارت فروم ذا بوستيرير سايد. فالسبلاي اوف ذا هارت فروم ذا بوستيرير سايد از فروم الرايت سيركم رايت كورونري ارتري، بينما تغذيه اللفت فنتريكل من تو مين برانشز. مع الاخذ بالملاحظه انه different individuals have different blood supply of the heart ودائما في changes. زين، هذا right coronary artery it runs between the right atrium and right ventricle. زين، then swing around the posterior surface of the heart، تروح من وراء وتغذي the heart from the posterior side وتعطيك branch to supply the AV node. طيب بالنسبة إلى left coronary artery قلنا يقسم إلى قسمين، واحد lad left anterior descending، واحد LCA left circumflex artery. وين موجود؟ على ال interventricular septum، هذا هو left coronary artery ويعطيك هذا البرانش وهذا البرانش lad و LCA. بالنسبة إلى lad found on the anterior surface of the ventricles supply the anterior surface of the ventricles. LCA found on the left lateral surface between LA and LV وسبلاي lateral wall of the left ventricle. Few notes about the heart blood supply. The heart blood supply is different between individuals. يختلف. An example is in 10% of population, AV node is supplied by the left coronary artery, not the right. The majority of MI occur on the left heart. هذا السؤال في حق البلد سبلاي. نجي الى localization of the infarction. احنا تعلمنا الليدز وعرفنا انه مثلا 2 و 3 AVF inferior leads، وتعلمنا انه V5 و V6 وليد 1 و AVL lateral leads و V1 و V2 right leads. طيب نجي الى الانفيرير infarction، lateral infarction، anterior infarction، posterior infarction، right ventricular infarction. هذول انواع الانفاركشن اللي ممكن تحصل عندك. نبدا بالانفيرير انفاركشن. لما نجي نسولف عن الانفيرير انفاركشن وين نشوف؟ اي ليد 2 و3 واي في اف. البلاد سبلاي حق الانفيرير سايد اوف ذا هارت من الرايت سيركمفلكس ارتري او الديسندنج برانشز. قلنا احنا الرايت برانش راح يروح الى الخلف ويغذيه من ورا ويغذيه من تحت. طيب الليدز 2 و3 واي في اف الريسيبروكال تشينجز، الريسيبروكال تشينجز هي التشينجز المعاكسه، يعني لو صار عندك ام اي ان ذا انفيرير سايد راح تشوف التشينجز وين؟ اون ذا لاترال سايد والانتيرير سايد. ونفس الشيء لو صار عندك لاترال ام اي وين تشوف الريسيبروكال تشينجز؟ راح تشوفها في الانفيرير سايد. لو صار عندك انتيرير ام اي وين تشوفها؟ راح تشوفها في الانفيرير سايد. فهذه راح نشوفها الان والبراكتس ان شاء الله بالفيديو البراكتس كويستشنز. هذا question. شوف هنا lead 1 ما عنده مشكلة، lead 2 في deep Q wave أكثر من 1 small square، lead 3 في deep Q wave أكثر من 3 4 5 تقريبا 6 small square، AVF فيها many small square، فذول pathological Q wave. Pathological Q wave means that there is an MI or an old MI. Usually the Q wave indicate old MI. طيب هذا a fully involved inferior infarction deep Q wave in 2 و 3 و AVF. بالنسبة إلى خلصنا الآن main inferior infarction، وطبعا أكيد ممكن تشوف ST elevation ممكن تشوف غيره، المهم تشوفها في الليدز حق الانفيرير سايد. نجي إلى lateral infarction.
The blood supply of the lateral side of the left ventricle, من وين؟ من left ascending, من left anterior descending, ولا من LCA, left circumflex؟ من left circumflex. قلنا lateral side من left circumflex. الليدز انظر الى مين؟ انظر الى V5، انظر الى V6 لان ذولا lateral leads. انظر الى مين بعد؟ انظر الى lead 1، انظر الى AVL لان ذولا ايش؟ lateral leads. الريسيبروكال تشينجز، وين اشوف الاشياء المعاكسه؟ لو صار ST elevation هنا يصير هناك ST depression، اشوف على ال inferior leads. هذا مثال واضح الى ايش؟ lateral MI. شوف ال ST elevation، شوف ال ST elevation، شوف ال Q wave هنا، هنا ال Q wave عادية، هنا ال Q wave pathological. وكذلك لو شفت lead 1 تشوف ST elevation واضحة، لو شفت AVL تشوف ST elevation واضحة مقارنة بال PT segment. إذا this is ايش؟ lateral MI. طيب وتقدر تشوف deep Q wave كذلك ال lead 2 و 3 و AVF signifying a previous inferior infarction، يعني old MI موجودة بالانفيريور سايد. وينهم؟ هذا الليد 2 شوف في ديب كيو ويف، هذا 3 في ديب كيو ويف، هذا اي في اف في ديب كيو ويف. فانديكيت اولد ام اي انفيريور سايد واكيوت ام اي وين؟ باللاترال سايد. بالنسبه الى الانتيرير انفاركشن اين انظر؟ انظر الى من في 1 الى في 6 وخصوصا في 3 وفي 4. طيب بالنسبه الى الانتيرير انفاركشن من وين البلاد سبلاي؟ قلنا من الليفت انتيرير ديسندنج ارتري. ايش الليدز؟ قلنا. ايش وين الريسيبروكال تشينجز؟ انفيرير سايد. في بعض الملاحظات على الانتيرير انفاركشن، في الانتيرير انفاركشن مو دائما تشوف السوالف حق الاس تي اليفيشن او هايبر اكيوت تي ويف او كيو ويف. في الانتيرير انفاركشن في سبيشال ثينجز ويسموها ادفانسد اي سي جي، بس هي اشياء سخيفه وتقدر تعرفها الان ويعني حاجات بسيطه جدا وات انديكيتس انتيرير انفاركشن. طيب انذر نوت، when you look for anterior infarction always look for lateral infarction لانه it is common that anterior and lateral infarction happen together. وتشوف كثيرا يسموها ايش؟ anterolateral MI لانه يصير بالانتيرير واللاترال سايد. So don't forget about this information. حاجه ثانيه بالانتيرير انفاركشن look for poor R wave progression من V1 الى V6 as Q wave is not always found in anterior infarction. طيب سوالف بالانتيرير انفاركشن بالاي سي جي، it is not always happen انه you can see the 3 MI changes بالانتيرير انفاركشن. سولفنا في other changes that indicate the anterior MI راح نسولف اللي هم دي وينتر ولين. انا كيف احفظ دي وينتر؟ دي وينتر احفظها كانه في غيمه زين وتمطر، وهذه الغيمه اللي تمطر راح تسوي الاس كيو ار اس، يصير لك اس تي ديبرشن وهايبر اكيوت تي ويف، فراح يصير المطر ينزل على الاس تي وينزلها يصير اس تي ديبرشن، ولكن لما تنزل يسقى الزر والتي ويف تقوم تصير هايبر اكيوت. عاد بدك النمونك بدك ما بدك بكيفك، انا عاجبني. زين دي وينتر قلنا اس تي ديبرشن وبيك تي ويف بالبريكورديال ليدز. شوف هنا في اس تي ديبرشن نزل عليها المطر وبيك تي ويف في وين؟ في البريكورديال ليدز، هذه الدي وينتر. طيب الولنز ويف، الولنز ويف هي عباره عن تغييرات في التي ويف. طيب الاي سي جي تشينجز فيها اما تكون عندك ديب تي ويف انفيرجن او باي فيزيك تي ويف، هذه تايب 1 ولن وهذه تايب 2 ولن. لو شفت ولن ويف ذس از equivalent to ST elevation which means this is equal to MI. لو شفت ولن قول هذه anterior MI. الفيتشرز it can present in pain free individual it indicates transient anterior ischemia. هنا صورة توضح، شوف هنا ولن's type 1 عندك T inversion in V2 و V3، ولن's type 2 عندك biphasic T wave كذلك بالانتيرير ليدز باي فيزيك تي ويف، وكذلك انتبه انها ديب وسيمتريكال. طيب
رايك في الصورة هذه؟ Pause the video and come back after حل السؤال. طيب هنا لو جينا أقدر أشوف هنا في مشكلة صح؟ هنا في مشكلة صح؟ يعني هذه إيش؟ This is an example of anterior infarction. في STEMI زي ما أشرنا وين؟ في V2 و V3 وكذلك في poor airway progression. المفروض الairway progression زي ما نعرف شوية شوية يتحول positive شوية شوية يتحول positive. هنا ما في سوالف هذه ففي poor airway progression seen وفي ST elevation in V2 و V3 ولو قارناها شوف ال ST هنا وشوف ال PT segment هنا. إيش رأيك في الصورة هذه؟ طبعا you can pause the video go systematically على ECG كامل you can pause the video catch الابنورماليتي we will go بس على الابنورماليتي pause و come back. يلا V1 عندك inverted P wave و Q S و T inversion وهنا نفس الشيء Q S و T inversion T inversion احنا شنو قلنا على T inversion هذه شنو معناتها هذه مين هذه مين هذه T wave اسمها مين اسمها ولن ولن indicate ايش anterior MI طيب deep inverted T wave من V2 إلى V4 this is Wellens pattern ايش رأيك في هذه الصورة والله نفس الشيء هنا في deep QS وعندك هنا biphasic وعندك هنا biphasic T والbiphasic T قلنا شنو نسميها Wellen type 2 صح طيب فهذه biphasic T wave موجودة من V1 إلى V3 هذه Wellens type 2 which means anterior MI هذه أيضا توضيح إلى ولن توضيح آخر إلى anterior infarction وفيها poor airway progression توضيح إلى ولن هنا وهذه poor airway progression وكذلك ال ST elevation اللي موجودة في ال anterior leads indicate anterior MI زين بالنسبة إلى ال posterior infarction it is one of the most common misdiagnosed MI ليش؟ لأنه لو سألتك إيش الليدز اللي تنظر عليها to diagnose posterior infarction تقول والله 2 و3 وAVF inferior leads V5 V6 lead 1 AVL lateral leads من V1 إلى V4 أشوف على ال anterior leads V1 و V2 على ال right side of the heart posterior والله ما قلت إذن ال posterior side ما إلى leads مشكلة البلاد سبلاي من وين؟ من ال right side of the heart الليدز ما في ليدز اذا انظر الى مين انظر للي قابلها مين اللي قابلها اللي قابلها V1 ايش اشوف في V1 انت لو V1 في عندك STEMI راح يظهر لي STEMI صح ولكن لو عندي STEMI in the posterior side ايش V1 راح يطلع لي راح يطلع لي ST depression reciprocal changes لانه في مكان معكوس تذكر الreciprocal changes في اللاترال يصير inferior طيب في الانفيرير يصير في الانتيرير فانظر الى الريسيبروكال تشينجز اللي تصير في الانتيرير ليدز تو دايجنوز انفيرير ام اي فهنا المشكله ما في ليدز فانظر الى الريسيبروكال تشينجز الموجوده على الانتيرير ليدز وخصوصا في 1 وات ار يو لوكينج ان بوستيرير انفاركشن قلنا مو المفروض يصير اس تي اليفيشن حشوف الاس تي ديبرشن تصدق حتى في بعض الناس يقول لك في البوستيرير ام اي اقلب ورقه الاي سي جي وراح تشوف في اس تي اليفيشن في في 1 زين فاس تي ديبرشن وتول ار ويف ان انتيرير ليد انت الانتيرير ليد الفي 1 فيها سمول ار وبعدين اس صح انت لا والله راح تشوف تول ار وبعدين اس هذه التول ار يعني ايش؟ يعني كيو ويف كل شيء معكوس كل شيء معكوس بالبوستيرير انفاكشن طيب نجي نقارن بين الـ MI changes والـ posterior MI changes in any MI you will get ST elevation in posterior MI ايش راح تشوف ST depression in any MI you will get Q wave in posterior MI شنو راح تشوف dominant R any MI you will get inverted T هنا upright T فاذا يلا نشوف الـ ECG changes عندك ST depression في الـ anterior leads عندك tall broad R wave عندك upright T wave عكس التغيرات اللي نشوفها في typical MI ليش؟ لأنه هذه reciprocal changes و dominant R in V2 طيب
في بعض الملاحظات على البوستيرير انفاركشن. لما تشوف بوستيرير انفاركشن دائما ابحث عن انفيرير انفاركشن. مو قلنا اذا شفت anterior infarction look for lateral infarction, anterior lateral نفس الشيء, اذا شفت posterior infarction look for inferior infarction. طيب وقلنا ال V1 normally have a small r and big s, here you will get a big r which raise suspicion. لاحظ هنا, لاحظ هنا كيف عندك الموضوع صار, صار عندك ST depression في ال V1 وعندك hyper acute T wave ودوميننت ار ويف وين هذه V1. طيب يجي السؤال تقول والله انت قلت اللارج او الدوميننت ار ويف اشوفها في رايت فنتركيولر هايبرتروفي, فكيف اعرف هذه رايت فنتركيولر هايبرتروفي او بوستيرير ام اي؟ اقول لك لو كان عندك رايت فنتركيولر هايبرتروفي يو ويل لوك ات ذا اكسس وراح تشوف في رايت اكسس ديفيجن, اما هنا ما في رايت اكسس ديفيجن. فإذا هذه واحدة من الطرق اللي تفرق الـ RVH عن الـ posterior MI. شوف هنا الصورة, pause the video and come back after pausing the video. إيش رأيك في الصورة هذه؟ لو رجعت الآن في هنا V1 في ST depression, V2 فيها ST depression وكذلك في V3. زين, ولو رحنا إلى V2 أو lead 2 راح أشوف ST elevation, lead 3 ST elevation, AVF ST elevation. فإذا عندي inferior MI وعندي ST depression في V1 و V2 و V3, فإذا هذه عندي inferior infarction وعندي inferior infarction و posterior infarction. طيب right ventricular infarction آخر شيء, it is usually accompanied by inferior infarction, so look at the inferior infarction changes. زين وين تشوف lead 2 و 3 و AVF عشان تشوف الـ inferior infarction. V1 و V2 تشوف فيها ST elevation which means انه عندك right ventricular infarction. ECG clues about right ventricular infarction قال in inferior infarction and right ventricular infarction lead 3 ST elevation يكون اعلى من lead 2. ليش؟ لانه احنا لو سوينا الدائرة حقتنا lead 2 هنا lead 3 هنا, يعني lead 3 اقرب الى right side, فلو صار عندي انفاركشن راح نشوف في الاس تي اليفيشن اعلى من ليد 2. هذه ون اوف ذا كلوز اللي تقول لك والله شكله في رايت فنتريكولر انفاركشن. طيب فعندك اس تي اليفيشن ب في 1 لانه هي على الرايت سايد, طبعا معها في 2 كذلك, واس تي اليفيشن ليد 3 اكثر من ليد 2, يعني في انفيرير انفاركشن وفي انديكيت ايضا ايش رايت فنتريكولر انفاركشن. شوف الصوره هنا ليد 3 ليد 2 في اس تي اليفيشن lead 3, pause the video, don't forget, lead 3 في ST elevation كذلك, AVF في ST elevation, ولكن lead 3 الST elevation حقه أكبر من lead 2, هذا رقم واحد. V1 في كذلك ST elevation, زين, فهذه indicate right ventricular infarction. طيب, و V2 فيها ST depression, indicate إيش right ventricular infarction أو inferior infarction. طيب هذه ملخص الى الريسبروكال تشينجز. اذا كان عندك مشكله بالانفيرير سايد لوك ات دي لاترال سايد, اذا كان عندك مشكله باللاترال سايد لوك ات دي انفيرير سايد, اذا كان عندك مشكله بالانتيرير سايد لوك ات دي انفيرير سايد. طيب خلصنا الان الام اي, هاو تو لوكالايز ذا ام اي, ايش التشينجز اللي نشوفها بالام اي. الفيديو الجاي ان شاء الله براكتس كويستشنز اباوت الام اي. لايك شير سبسكرايب كومنت واعطوني ملاحظاتكم على الفيديو في الكومنتس, يور كويستشنز, سي يو ان انذر فيديو جايز.